سيادة الوزير، أخي السؤال الأخير اللي بدي وجهه اليوم لحضرتك، كنا عم نحكي هلأ قبل الهواء أنه هاي البكالوريا عم تضل رعبة هالطلاب، ويمكن هلأ مثلا اللي عم يسمعونا هنين هلأ 11 رايحين على البكالوريا وهنين خايفين، فالبكالوريا ونحن دائما هذا الرعب وأنه هي شهادة، أيمت ممكن نحن كنا نحكي أنا وأنت هلأ عن نظام المصري يمكن بمصر عدلوا، فنحن رايحين بهذا الاتجاه أنه ما بقى تكون هي شهادة ورعب، ونصير نحن من طالب من صف العاشر نشوف شو هو بحب ونوجهه، هل ممكن هذا الشيء يكون قريبا؟ حلو كثير هذا الحكي. هو لو كانت الاوضاع مستقره، نحن دائما بننظر، وفي كثير من طلابنا بفكر هو عايش بمنطقه بنصف دمشق، يعني بدك تشوف يلي هن بارياف حلب بالمناطق النائيه ودير الزور والرقه والحسكه، وتشوف ارياف حمص البعيده لنواحي تدمر، صح. يلي ما اجاهم استاذ، اضطرينا نشتغل على منصه تربويه لندرسهم كم درس بس، يعني فهي قضايا. نحن عندنا مشكلة الحصار والحرب والزلزال عمل مشاكل كتير كبيرة، بدك تحاول قدر الإمكان تشترح حلول تليق بالواقع الموجود على الأرض. يعني مع ذلك هلأ في عندنا قضايا كتير عم نشتغل عليها، منها قصة المسارات يعني يلي بده يفوت على الجامعة ما عاد تخلي أنا ثانوية واحدة بعلامات واحدة هي تقرر مستقبله، يعني يبدو يروح هندسة بتأويله وتصير الرياضيات تأويله الفيزياء تأويله تمام، يعني بده يروح بالكليات العلوم والطبيات بتأويله الكيمياء والعلوم الطبيعية واللغة الإنجليزية إلى آخره. نعم. لأنه من باب العدالة يعني أنا بشوفها مو صح أبدا أنك أنت توازن بين علامة رياضيات اللي هي 600 مع علامة كيمياء اللي هي 20 وتجي بالآخر تقول له بدي دخلك أنا صيدلة. غلط كبير، صحيح طبعا، لانه الرياضيات ما عاد تلزمني كثير انا بالاختصاص، صح. بنفس الوقت يلي بده يروح هندسه ما كثير مناسب بالنسبه له والله انه تقل له كثير بالعلوم تعطيه 30 علامه اللي هي تروح له كمان 100%، يعني وهكذا. هلا يلي بده يصير، في عندنا قانون احداث الوزاره، في مجلس تربوي اعلى ان شاء الله متى ما صدر القانون، يلي هو ما عند الوزير هو اللي بخطط استراتيجيه الوزاره، هو عبارة عن فريق من الخبراء المختصين بيقعدوا على طاولة واحدة وبيقرروا مستقبل التربية في سوريا على المستوى القريب المتوسط والبعيد، والوزير هو ملزم بتنفيذ استراتيجية المجلس على كل المستوى.